وبلش مشوار فيكن تسموه صداقة، أخوة، محبة، عجاب، ما بعرف، في كتير كلمات بتلبق له. انتو نقوا الكلمة اللي انتو بدكن اياها. ولما غصت بهالصبية اكتشفت كتير اشياء، مش بس اعاقات وحواجز بتمنع الانسان من فعاليته اجتماعيا، وهيدا بحسب رأي البعض يلي بيعتبر انه الانسان الفعال هو الانسان يلي ما عنده نقص بأي مطرح. بس مش رأيي أنا أكيد، بستنسي حالي من البعض، لأنه فعالية الإنسان مش بقد ايه بيقدر يتحرك ويمشي بقوة. فعالية الإنسان بيشوفي هون وهون، ما في شي بيوقفه، ولا أجر ولا إيد ولا عين ولا تم ولا لسان. هون هو المهم، وراني عرفت استثمرت يلي موجود جوا، لو إنه مشوار استثمارها كتير طول، بس بالنهاية في نتيجة كتير حلوة. وانا عم شوف بعيون اهلها واخواتها وخيها قديش هن فخورين انه عندهم اخت عندها هيدي الامكانيه وعندها هيدي الطاقات انه استثمرتها بهالكتاب. اكتشفت برانيا طاقات وامكانيات بتقدر انه تلين صخر وحجر، صخر وحجر سنين وايام. من هون كتبت مقدمة الكتاب، كتاب الحبر السري، وهالشي كان بمثابة هدية إلي من الكاتبة والصديقة والأخت رانيا دحدح، يلي بالفعل مسيرتها وحياتها كانت كلها إنجازات سرية. وصار الوقت للأسرار تنكشف والقدرات تلعب دورة لتتحدى زمن مر متسلط وداعشة. الزمن من زمان داعش، مش بس هلأ، والحياة من زمان داعش. بدأ الكل مثلها، بدأ الكل قاسي، والكل مادة، والكل مصلحجي. قليل الناس يلي بيعرفوا يتحدوا الحياة ويمشوا عكس التيار، ويلي بعده ما عرف يتحدى ويمشي عكس التيار. بعد هيدا اللقاء خدوا دقيقتين مع رانيا دحدح تتعلموا. رانيا دحدح البنت يلي عرفت تتحدى المستحيل، مش الصعوبات، المستحيل. لأنه أي إنسان عادي بيفكر إنه يلي مثل رانيا مش مستحيل يكتب كتاب، مستحيل يعيش. بس رانيا كتبت كتاب يمكن أنا ما أعرف أكتبه. تحدت المستحيل لتثبت للكل إنها قادرة توصل، توصل وتعبر وتعطي من خلال إيمانها وطموحها وعزمها. رانيا دحدح، أنت تحدي إرادة الشر، هيك كتبت بالمقدمة، لأنه ما قدرت لاقي شي تاني يعبر عن رانيا. وكسر إيد الشيطان يلي دايما بفكر حاله أقوى منا، ويلي فيه بقلبه يسوع هو أقوى من الشيطان. وحبرك السري رح بيكون لون وألوان يلون أيام حياتنا وسنين عمرنا بورود ملونة، سعادة، حب وفرح. اوعى اوعى يوقف مشوار رانيا دحدح هون بهيدا الكتاب. وانتبهوا، هي وحده ما حفيها تكفي المشوار. اذا ما كل واحد منكم دعمها، مش ماديا، لانه الماده ما بتدعم، معنويا رانيا ما فيها تكفي المشوار. يعني لما ناخد هيدا الكتاب حلو نقرا ونبعث لها على الانبوكس على الفيسبوك انه انا قريت هيدا النص وانا عجبني هيدا الشيء، مثل ما كل يلي شاف الكتاب قبل ما هلأ تجوا انتو عامل، مثل انا، مثل كاترين، مثل مايا، مثل توني، مثل الكل. وبنصحكم تقروا نص كتير عجبني اسمه ام الدنيا، ما حقرأ لانه ما فيني اقرأ بلا ما بين ضعيف وابكي، وانا طلبت من رانيا انه ما تبكي، فانا ما حاعمل هيك. بهيدا النص تقدروا تقروا وتحسوا وتشوفوا وجع رانيا خلال كل هالسنين يلي وصلها لهيدا الكتاب، يلي هو انجاز بحد ذاته. لازم وقف لانه ما معنا كتير وقت، بس صراحة مش قادر وقف لانه الحماس يلي حاسس فيه ما بينوصف، وكأنه انا يلي عم بكتب الكتاب. نحنا يمكن انا وكاترين ما بعرف من الاشخاص يلي رفقنا رانيا من اول ما بلشت بالمواقع التواصل الاجتماعي، بلشت تكتب ستيتس وتحط صلوات، وبنعرف وبعرف قديش في طاقة بقلب هيدي البنت. أنا بدي أشكر البيت الزغرتاوي
يلي يمكن قليل الجمعيات الخيرية وبيوت الثقافة يلي بيعرفوا انه رسالتهم هن انه يوصلوا للناس يلي ما قادرين يوصلوا لكتب، مش رسالتهم يوصلوا لكتاب وشعراء لهم اسم بلبنان بس يعملوا مجد لحالهم انه نحن وقعنا كتاب اكس واجراج وركبوا على اسمه لهيدا الكاتب وهيدا الشاعر اللي كتير معروف. لا، رسالتهم يركبوا على اسمهم أشخاص بعضهم ما قدروا يوصلوا وأشخاص بعضهم مفكرين حالهم مش قادرين يوصلوا. في كتير ناس مثل رانيا دحدح قاعدين بأوضن وببيوتهم وبمستشفياتهم وما بعرف بمراكزهم وعم ياكلوا كلمات ما بتلبق لهم وعم ياكلوا وعم يتعاملوا معاملة أبدا ولا إنسان بيقبل أنه يتعاملها بس لأنه بنظر هوليك الناس أنه هو ناقص. بس يا ريت هوليك في عندهم مراية تكشف نقصهم، لأنه إذا اطلعوا بالمراية ما حيشوفوا حالهم، حيشوفوا هوا، لأنه هن قدام الأشخاص اللي عندهم إبداع هوا لأنهم فاضيين مثل رجالات السياسة اللي هلأ قطعونا الكهرباء على الستة. هن فاضيين فشوش، منشوف بدلة وقميص وكرافات بس ما منشوف راس ولا إيدين ولا أجرين ولا قلب، كلهم بدون استثناء حتى لو أنتم بتحبوا البعض منهم كلهم هوا. بعد ما أجا ولا حدا معبى بدلته ومعبى كرسته لحتى يحكم هيدا البلد يلي فيه ناس مثل رانيا ويلي فيه ناس مثل البيت الزغرتاوي ويلي فيه ناس مثلكن ضيعوا ساعة من نهارهم ليجوا ليدعموا رانيا ويقولوا لها نحن حدك. رانيا أنا كتير بحبك وأنت مدرسة لإلي ومنك ومن طموحك ومن إنجازك ومن كل شيء عملتيه أنا بتعلم. مرسي.